اليوم درنا هذه الوقفة احتجاجية في الكلية ديالنا، يعني تزامنا مع القرار اللي كنا لونسينا الأسبوع الفارط على أننا دخلنا في إضراب مفتوح يشمل سواء الامتحانات سواء يعني الستاج هوسبيتالي سواء حتى يعني ليكور. وهذا الإضراب كان نخرط في يعني في سياسة الضبابية اللي ناجها معنا الوزارتين الوصيتين، يعني حول سواء السلك الثالث سواء يعني كيفية تحقيق هذاك تخفيض عدد سنوات التكوين من 7 إلى 6 سنوات اللي غيطبق علينا خاصة وحنا يعني طلبة السنة الخامسة. دونك مورا هذاك الإضراب المفتوح يوم السبت الفارط يعني تمكننا من أننا نقعدوا مع طاولة الحوار مع الوزارتين الوصيتين مدة 4 أيام اللي خرجنا فيهم بواحد محضر يعني ديال لا ريونيون ان بي في دو ريونيون اللي كانت بريزونط الباح الطلبة في واحد الجامع العام يعني بكل شفافية وبكل وضوح، والطلبة أبانوا على الرفض ديالهم لهذاك الملف اللي ما هو يعني أنه مازال فيه ذاك الضبابية حول سواء السلك الثالث أو حتى تخفيض عدد سنوات التكوين اللي غادي يحطنا في واحد يعني فواحد صعوبة ألا وهي أنه يتجمعوا لنا جوج نتاع البروموات تبقى وحدة يعني جوج ديال الدفعات، واللي لحد الآن تنلاحظوا أنه ما يمكنش كاع نقدروا نجمعوا جوج ديال الدفعات سواء المراكز الاستشفائية ديالنا اللي العدد ديالها ديجا أصلا ساتوري، ولا حتى يعني المدرجات اللي عندنا ولا حتى زعما لا فيزابيليتي ديال هذا القرار. اليوم جينا نزلنا للساحة باش نعبر على السخط ديالنا والقلق ديالنا على نوتخ فورماسيون أوتون كو فيتور ميدسان. القرارات الوزارية والحكومية اللي نزلت فريمون قلقتنا وخلعتنا على نوتخ فورماسيون. مثلا قرار تقليل سنوات الدراسة من 7 سنوات إلى 6 سنوات، هذا القرار هذا اللي نزل بدون ضوابط بيداغوجية بدون نصوص قانونية، لو فلو لومبيغويتي، ما عطيناش فكرة واضحة على لا فورماسيون ديالنا كي غادي تكون. كاين ثاني قرار ديال زيادة عدد الوافدين، هذه الزيادة هذه اللي كتكون دو فاسون اكسبونونسييل 20% 30%، هذه الزيادة ما يمكنش يطبقوا على ارض الواقع دو فيت كو ديجا كنعيشوا الاكتضاض في اراضي التدريب الاستشفائية. هاد الزيادة ما غاديش ما خصهمش يداروا، وفين غادي بنا الحكومة بهاد لا فورماسيون هادي؟ راه سي ديجا اون فورماسيون كي ميديوكر، فين مازال غادي بها؟ فو غاردي اون تيت كو ان ميدسان مال فورمي ايغال 1000 بيرسون مال تريتي. كما كتعرفوا هادي سنة ونصف تقريبا تم الاعلان عن واحد القرار اللي كيهم المسار الدراسي ديالنا الجامعي كطلبة الطب العام بالمغرب، حيث انه تم تقليص عدد السنوات دراسة الطب العام من 7 سنوات إلى 6 سنوات دون اي دفاتر الضوابط البيداغوجية والنصوص التنظيمية والقانونية اللي كتأثر هذا القرار، بحيث أنه كنلقاو راسنا أنا القرار سمعته فاش كنت في السنة الثانية بالدراسة الطبية، اليوم أنا بالسنة الرابعة ولحد الآن ما عندي حتى شي تفاصيل أو لا حتى رؤوس الأقلام على شنو ممكن يوقع في المستقبل. اليوم حنايا جينا باش نبينوا أننا حنا عندنا غيرة كبيرة على جودة التكوين ديالنا، حنا اللي كيحركنا هي صحة المواطن المغربي، حنا بغينا واحد النهار من نتحطوا قدام واحد المواطن اللي محتاج لأننا نساعدوه بشكل من الأشكال، لقاو عندنا واحد ترسانة من المعرفة اللي كتمكننا أننا نوقفوا قدامه بوجهنا أحمر. حنايا اليوم بغينا أننا يكون عندنا واحد جودة التكوين اللي في المستوى باش حنا نكونوا أطباء في المستوى. المواطن المغربي هو المحرك الأساسي ديالنا في هذا الشيء. حنا كيف ما كتعرفوا ميدان الطب هو ميدان اجتماعي، حنا ماشي كنخدموا في واحد النوع من لي دومين اللي الكونتاكت ديالها مع المواطن كيتحتم غير في واحد المعاملات معينة، وإنما حنا كنتواجهوا مع المواطن مباشرة، حنا كنساعدوه أو بطبيعة الحال حنا هذا الشيء كيفرحنا. حنا النهار الأول باش درنا كلية الطب حنا كان عندنا واحد الحب لهذا الميدان، حنا بغينا حب المساعدة، بغينا هاد أن العمل ديالنا ما يكونش فيه غير أجرة مادية وإنما أجرة مع الله سبحانه وتعالى، يكون معنا عندنا أجر وغير دعوة المريض فاش أنك تساعده وكتلقى راسك درتي معاه شي حاجة اللي زوينة راها كتسوى الدنيا وما فيها. وليني فاش جيت لقى راسك أنت كطالب طب السنة الرابعة، كندوي على نفسي وعلى بزاف ديال الطلبة اللي معايا، أنت في واحد الضبابية. حنايا لحد الآن ما عارفينش شنو تابعنا اليوم أو لغدا أو لبعد غدا باش أن توصل بينا للدرجة أننا نقاطعوا الامتحانات ديالنا سواء في الرباط
أولا في الميم في بني ملال في الرشيد ديال الرباط قاطعوا الامتحانات بمئة في المئة، لدرجة أنه تم تأجيل الامتحانات من اللي شافوا هذه المقاطعة اللي نجحت 100%. يعني أننا حنا هنا كنبينوا على الموقف ديالنا، وأننا حنا ماشي جايين كنهضروا من فراغ، حنا جايين كنهضروا على جودة التكوين ديالنا، على الكلية العمومية ديالنا، وعلى صحة المواطن ديالنا.